السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا الأسبوع من أنت الحكم. تتباين آراء الخبراء والمراقبين حيال جدية تل أبيب بتنفيذ تهديدات متكررة بشن هجوم على المنشآت النووية في إيران، في حين يرى البعض أن إسرائيل جادة وتستعد بالفعل لشن هجوم على إيران، ولكن كخيار أخير يستبعد آخرون ذلك ويربطونه بالموافقة الأمريكية وبنتائج مباحثات إيران النووية الجارية، ويعتبرون أن إسرائيل تطلق هذه التهديدات كأسلوب ضغط لإجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية. الاثنين الماضي صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب مستعدة لمواجهة طهران بمفردها في حال تطلب الأمر ذلك للقضاء على الطموحات النووية الإيرانية. وقال لابيد حسب صحيفة يدعوت أحرونوت إن تل أبيب تفضل العمل في إطار دولي، ولكن إذا لزم الأمر فستتصرف بمفردها. وقد صادقت اللجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلي الجمعة الماضية على ميزانية دفاع إضافية ذات بنود سرية بقيمة 3 مليارات دولار. صحيفة إسرائيل اليوم من جانبها قالت إن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران كملاذ أخير، ولكن إذا فشلت الجهود الدبلوماسية بتقليص البرنامج النووي الإيراني. يدعوت أحرونوت كانت أيضا قد نشرت مقابلة مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومير بار، قال فيها إن إسرائيل جاهزة لمواجهة المنشآت النووية الإيرانية فورا، وصرح أنه بإمكان سلاح الجو الإسرائيلي أن يشن هجوما على إيران منذ صباح يوم واحد كان بعد يوم من تصريحاته. على الجانب الآخر، تقارير إيرانية في مطلع هذا الأسبوع أشارت إلى أن طهران مستعدة هي الأخرى للرد على هجوم إسرائيلي ضدها. الأحد قالت تقارير إخبارية إيرانية أن القوة الجوية الإيرانية التابعة للحرس الثوري نفذت محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونا الإسرائيلي النووي، فيما ذكر مراقبون للصراع بين إيران وإسرائيل أن فرضية الحرب بينهما مستبعدة، وأرجعوا ذلك إلى عوامل منها أن طهران لم تتخذ بعد قرار إنجاز قنبلة ذرية، وهذا هو الخط الفاصل بين نشوب الحرب وعدم نشوبها. كما أن أي مواجهة محتملة بين تل أبيب وطهران ستكون مكلفة للطرفين، فإسرائيل هي دولة نووية بالفعل، فيما إيران على وشك أن تصبح كذلك. الأمر الآخر وفقا لمراقبين أن إيران ليست وحدها في المواجهة، فهناك حزب الله اللبناني المتأهب لهذه الحرب، بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا. فإسرائيل إذن عليها أن تواجه عدة جبهات وليست جبهة واحدة. فنحن إذن كما يرى بعض المحللين أمام حرب وخيمة العواقب ومكلفة جدا، وهذه الخسائر المادية والبشرية ستكون على الطرفين حال حدوث هذه الحرب. كما أنه من المستبعد كما يقول البعض أن تقدم إسرائيل على خطوة عسكرية بمفردها ضد إيران، إذ أن هناك اعتبارات يجب أن تأخذها تل أبيب في حسبانها إن ذهبت للحرب، منها الصعوبة الحصول على الشرعية الدولية والجانب اللوجستي والتنفيذي، إذ أن مشروع السلاح النووي الإيراني وتدمير هذا المشروع قد يتطلب قصفاً 4000 مواقع. أما أحد الاعتبارات حسب محللين فهو أن شن حملة عسكرية ضد إيران سيعطي إيران الشرعية الدولية للدفاع عن نفسها وأن تطور سلاحاً نووياً خاصاً بها، وهو أمر مرفوض دولياً، إضافة إلى أن واشنطن على يقين أنه في حال مشاركتها بضربة عسكرية ضد إيران فإن القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج ستكون من بين تلك الأهداف. فنتساءل في أنت الحكم لهذا الأسبوع، هل يمكن لإسرائيل أن تخوض حرباً بمفردها بمواجهة إيران؟ وهل تستطيع العمل ضد الإرادة الأمريكية وأن تذهب للحرب دون موافقة واشنطن؟ هل تتحمل تل أبيب الدخول في عدة جبهات؟ أما في المقابل فهل يمكن لإسرائيل أن تواجه لوبيات الضغط القوية وتستطيع إقناع المجتمع الدولي في الدخول على الحرب معها ضد إيران؟ وهل سيؤدي التعنت الإيراني في المفاوضات النووية الجارية لإجبار الغرب على دعم ضربة عسكرية؟ أم أن الأمر في مقابل ذلك كله لا يعدو تصعيداً إعلامياً لتحسين الأوراق التفاوضية للطرفين؟ فهل من مصلحة إسرائيل
ما تقوم به إيران من إضعاف نفوذ بعض الدول العربية كما يرى البعض، فلماذا تقدم إذن على هذه الخطوة التي تزيح ذلك التهديد للخليج؟ كل هذه التساؤلات كانت على مثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعية التي اخترنا منها هذه التغريدات. خليل خالد يرى أنه لا حرب بين الأصدقاء، حيث يقول من المستحيل أن تحصل حرب بين إيران وإسرائيل، فهم ليسوا أعداء بل أصدقاء، وهذه التصريحات مجرد مسرحيات فكاهية للضحك على العرب والمسلمين. فيما يقول مغرد آخر مهدي غلام، إن إيران على أهبة الاستعداد والمواجهة، إن إيران لن تبدأ الحرب، لكن إذا أجبرت فلن تتوقف مهما كانت المطالبات. إسرائيل سوف تبدأ الحرب لأنها الفرصة التاريخية لها لتحقق أهداف، منها تعطيل المفاعلات النووية، قيادة العرب ضد إيران، وكذلك تدمير الدول العربية بأياد إيرانية، إذن إرهاق جميع أعداء إسرائيل كما يرى هذا المغرد. أما عبد الله أبو خديجة فيحمل وجهة نظر أخرى ويقول لن تكون هناك حرب، لأنهم ببساطة وجهين لعملة واحدة كما يرى عبد الله أبو خديجة. أما الهاشمي من السعودية فيقول لو حصلت الضربة الأمريكية الإسرائيلية لإيران فستكون الضربة القاضية، وستشمل الحرس الثوري والبسيج، ولن تصمد إيران لمدة أسبوع وستنهار، وبناء عليه فإنه يدعو الشعوب في إيران للاستعداد لتغيير النظام الكهنوتي المتخلف حسب تعبيره. أما سلطان من الولايات المتحدة الأمريكية فله وجهة نظر أخرى أيضا، يقول لو حصل ما يظهر لنا أنها حرب فالهدف هو إعطاء إيران الذريعة لضرب السعودية وإدخالها في دوامة لا تنتهي، والدليل هو سحب أمريكا لصواريخ الباتريوت في السعودية، وقد تكون بداية تقسيم للمنطقة الشرقية وفصل هذه المنطقة عن السعودية. التغريدة الأخيرة اخترناها لكم من العراق، مراد من العراق يقول إيران ليست مزحة، فالدخول في حرب ضدها سيكون له تبعات كبيرة على المنطقة. أهلا بكم من جديد. قبل الترحيب بضيوفي أذكر بالسؤال الذي طرحناه على موقع قناة الحوار في فيسبوك لاستطلاع آرائكم حول هذا السؤال. إيران وإسرائيل تصريحات عدائية متصاعدة دوما ومناورات عسكرية أيضا، فهل يكون ذلك قرعا لطبول حرب توشك أن تندلع؟ كانت نتيجة الاستطلاع 14.9% يقولون إن هناك احتمال لأن يكون ذلك هو قرع لطبول الحرب، ويمكن أن يكون ذلك مؤشرا على اندلاعها. أما الغالبية العظمى 85.1% فقالوا إن ذلك لا يعدو سوى مناوشات إعلامية. هذا السؤال نطرحه أيضا على ضيوفنا كما سنطرحه عليكم بعد هذه المناظرة. ضيوفي الكرام معي من إسطنبول الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العقيد أحمد حمادة، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل. أهلا بكم أستاذ سيادة العقيد أحمد وكذلك دكتور وسام. اسمحوا لي أن أبدأ أولا بالسؤال حول إمكانية وقوع الصدام بين الطرفين، هل ذلك ممكن بغض النظر عن تعقيدات الوضع العسكري لكل منهما وكذلك تعقيدات الوضع السياسي لكل منهما؟ سيادة العقيد، هل إمكانية وقوع صدام عسكري من الناحية النظرية لقوة الجيشين هل ذلك ممكن؟ السلام عليكم، تحياتي عليكم لكم ولمشاهديكم الكرام. المتتبع للأوضاع منذ 1979 حتى الآن، الوضع الإيراني، الوضع في المنطقة، نرى بأن إيران ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران، والتي خرجت في الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وأنها ستحرر القدس، وكل هذه الشعارات التي سمعناها كثيرا ولا نزال نسمعها، إلا أن الواقع يدحض كل هذه الشعارات، وبأن هناك أمورا
تؤمن بها إيران تختلف عن الشعارات التي تطلقها. فرأينا بأن الموت في منطقة الخليج، في اليمن، في لبنان، في العراق، في سوريا، في مناطق التي يسكنها العرب في هذه المنطقة. إذن الحرب التي تشنها إيران هي ضد العرب وليس ضد إسرائيل. سأناقش هذا معك بالتفصيل، هذا هو موضوع الحلقة. لكن سؤالي عسكريا، نعم، كخبير عسكري، قوة الجيش، نعم، الإيراني ألا تكفي لمواجهة إسرائيل في حرب كلاسيكية لا يستخدم فيها السلاح النووي تحديدا؟ نعم، اليوم الحرب هي حرب تكنولوجيا وحرب معلومات وحرب كذلك الكترون، فلا يمكن أن نقارن بين الجيش الإيراني والجيش الإسرائيلي الذي يمتلك الF-35 والF-22 والF-15 ومنظومات الاستطلاع الحديثة. اليوم نرى بأن إيران عندما تأتي ببعض الأسلحة، مثلا لنضرب مثل، عندما قدمت شحنة أسلحة إلى مطار دمشق الدولي وحاولت إيران تهريبها إلى لبنان حزب الله، فاعترضتها قوات إسرائيلية في منطقة الدماس وتم تدمير هذه الأسلحة. إذن هناك استطلاع، واليوم هي حرب معلومات بشكل كبير، والأسلحة هي كلها تقتل وكلها تضرب. الصواريخ الإيرانية ممكن أن تضرب إذا وصلت، والتجارب التي أجرتها إيران في صواريخها باتجاه سوريا وقعت وسقطت على الطريق تناثرت على غير الأهداف التي تم الوصول إليها. إذن لا يوجد مقارنة من وجهة نظرك بين القوة العسكرية الإيرانية، نعم، والقوة العسكرية الإسرائيلية. دكتور وسام، ما رأيك عسكريا؟ إذا كانت القوة الإيرانية، يعني لا يمكن أن تقارن بقوة دولة نووية. إسرائيل بالنهاية هي دولة نووية شئنا أم أبينا. إيران ليست دولة نووية باعترافها، وهي تقول بأنها لا تسعى للحصول على السلاح النووي. وكل الخبرات العسكرية الأمريكية يمكن أن نقول بأنها في جيب إسرائيل. فكيف يمكن لدولة بهذه القوة العسكرية التي لا تقارن بقوة تل أبيب أن تواجهها إذا حصلت حرب؟ تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك من إسطنبول. أولا علينا أن نشير إلى أنه كما تفضلت، الكيان الإسرائيلي هو كيان يملك سلاح نووي ويملك تكنولوجيا غربية، وهو قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ولذلك يتمتع بهذا التفوق. ولكن الذي حدث منذ انتصار الثورة الإسلامية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بمراكمة عناصر القوة، وأصبحت تملك، إذا فينا نقول، القدرة على مواجهة هذا الكيان. وأنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، إلى أن الحرب الآن لا تتخذ أسلوب المواجهة المباشرة بطبيعة الحال، بمعنى الحرب الكلاسيكية جيشان مقابل بعضهما، ولكن هذه الحرب لها، إذا فينا نقول، أوجه عدة. ونستطيع أن نقول أن ساحات الصراع بين الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإسلامية يعني متعددة. ما هي الجبهة العسكرية؟ عم نحكي الآن من الناحية العسكرية التي يمكن لإيران أن تصمد أمام إسرائيل فيها. بطبيعة الحال يمكن أن نقول أن، يعني، إذا أردنا أن نتحدث عن سلاح الكيان الإسرائيلي لناحية سلاح الطيران وغيره، ولكن علينا أن نشير إلى أن مساحة الكيان الإسرائيلي، حدود الكيان الإسرائيلي كلها لا تتناسب مع ما تملكه الجمهورية الإسلامية، يعني، من إمكانات. هذه المقولة سمعناها بنظام الأسد عندما قال لا توجد مقارنة بين المساحة السورية والمساحة الإسرائيلية، وبأن قوة الضرب بالنسبة لإسرائيل هي قوية، ولكن عندما تمتلك، للأسف الشديد، يعني عندما، لا أمجد أنا في عدوي، ولكن علينا أن نعترف بأن إسرائيل قوة، لديها مقلاع داود، لديها أسلحة كثيرة يعني ضد الصواريخ، ولكن أين القوة الإيرانية في هذا المجال؟ دكتور وسام، ما رأيك، يعني جواب على سؤالي، أنه ما هي الجبهة، ما هي المساحة العسكرية التي فعلا يمكن لإيران أن تصمد أمام تل أبيب فيها؟ أنا أعتقد أن عامل السكان وعامل الأرض، وكما تفضل هناك أكثر من 4000 موقع يفترض ضربه، وكل هذه الأمور بالإضافة إلى الحلفاء كلها من أدوات القوة. وإذا أردنا أن نتحدث عن الكيان الإسرائيلي وعن ما يملكه من تكنولوجيا، فعلينا أن نشير إلى أن الحرب الأخيرة في غزة أثبتت أن كل ما يملكه الكيان الإسرائيلي لا يمكن له أن يجعله ينتصر في معركة ضد فصيل في غزة، فكيف به أن ينتصر على حرب
ضد دولة وضد حلفاء. ولذلك أنا أعتقد، وهنا لا أريد أن أقول أن الحرب ستكون لمصلحة من، ولكن أنا أريد أن أقول أن الحرب ليست نزهة ولن تكون نزهة، وأنا أعتقد أنه بالمعيار الاستراتيجي وليس العسكري فإن الانتصار سيكون للجمهورية الإسلامية بنتيجة المساحة الكبرى والحلفاء وما ستتعرض له يتعرض له الكيان الإسرائيلي من صواريخ. وهنا علينا أن نشير أنه إذا أرادت الجمهورية الإسلامية أن تضرب الكيان الإسرائيلي فإن بضعة صواريخ قد يعني تدمر طيب. جزءا كبيرا من سيادة العقيد، إذا إسرائيل دائما دأبت في السنوات الماضية على تصريحات بأنها قادرة على مواجهة إيران وبأنها ستدمر القوة النووية الإيرانية إذا تعدت عتبة تصنيع القنبلة، لكن لم نرى شيء، لم تقصف ولا مرة. يعني كل الضربات الإسرائيلية تأتي على روس السوريين، على المواقع العسكرية في سوريا. لماذا إذن نقول بأن إيران غير قادرة على الصمود وهي لم تجرب في المعركة مع تل أبيب؟ يعني حتى الآن هي حروب بالوكالة. أسمع العقيد أحمد، تفضل. هي حروب بالوكالة، حتى إيران التي يعني نقلت قواتها وأذرعها إلى لبنان، فالمواجهة في 2006 رأينا بأن تدمر لبنان عن طريق إسرائيل وعن طريق أدوات إيران في لبنان، كذلك في اليمن اليوم دمرت اليمن. لذلك إيران تريد أن تنقل دائما أن تكون المعارك أو التجارب العسكرية والمغامرات والإرهاب الإيراني هو خارج الحدود الإيرانية حتى الآن. أما فيما يتعلق في الأسلحة النووية فإن الغرب مصر على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، وكل ذلك من وراء إسرائيل. إسرائيل دولة نووية تملك أكثر من 200 رأس نووي وقادرة على تدمير ذلك. أما ما يتعلق في إيران فحتى الآن يعني نقول بأن الولاية الثالثة لأوباما حتى الآن تحاول أن تصل إلى اتفاق مع إيران، وبالتالي تسمح لإيران أن تقوى بشكل أكبر كما أعطاها أوباما أكثر من 250 مليار دولار. اليوم هناك إيران جيت ثانية غير إيران جيت ريغان باشتراء الأسلحة والبترول وتهريبه عن طريق صفقات إسرائيلية إيرانية. كل ما نسمعه حتى الآن هو ضد العرب، هو تصويب الأسلحة والعدوان الإسرائيلي والإيراني ضد العرب. أما إذا أردنا افتراضيا أن أمريكا والغرب وإسرائيل سيواجهوا إيران، فإيران ستكون خارج المعادلة الحضارية والعسكرية في هذا. طيب دكتور وسام، دكتور وسام يعني سمعت ذلك، وأن أن الحرب دكتور وسام البعض يعني يرى بأن أصلا الحرب موجودة. إذا كانت إيران فعلا تريد مواجهة تل أبيب فهناك أذرع لإيران في سوريا ولبنان وفي اليمن تستطيع أن تواجه فيها إسرائيل إن أرادت، لكنها لا تواجههم، هي تواجه فقط الشعوب في هذه المنطقة، تواجه الشعب السوري، الشعب اللبناني وكذلك الشعب اليمني. إذا كانت إيران تتلقى أصلا ضربات من إسرائيل في سوريا، لماذا لا ترد؟ يعني أولا علي أن أصحح، يعني هذا واجبي، أنه ما حدث في لبنان عام 2006 لم يكن حربا إيرانية ولم يكن ضد الشعب اللبناني بطبيعة الحال. كان هناك مقاومة في لبنان والكيان الإسرائيلي شن حرب على لبنان. هذه المقاومة لولي الفقيه يا دكتور، هذه لولي الفقير اللبناني. أعطيك يعني المجال للرد أستاذ أحمد. أول جمل نسمع دكتور وسام، تفضل دكتور وسام. اسمح لي يعني تفضل. اسمح لي، ما حدث عام 2006 في لبنان كان مقاومة، وأما التظهير بصورة الحرب بالوكالة بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي فهذا الكلام يعني هذا خطاب إعلامي تم تسويقه في العالم العربي وهو ليس صحيحا على أرض الواقع، هذا الخطاب ليس صحيح. أما بالنسبة لسوريا واليمن، نعم، إذا استثنينا لبنان نعم، لأن ذلك أدى فعلا لانسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، هذا واقع وحقيقة لا يمكن إنكارها، لكن ماذا عن سوريا واليمن؟ هناك مقاومة للكيان الإسرائيلي. بالنسبة لليمن أنا أريد أن أسأل سؤال الآن، الأنصار الله وإن كانوا مدعومين من الجمهورية الإسلامية أو من غيرها، من يقاتلون؟ هل يقاتلون الشعب اليمني؟ لا يقاتل. من يضرب اليمن الآن؟ السعودية هي التي هم يقاتلون اليمن. الشعب اليمني كيف لا يقاتلون؟ يعني هم يقاتلون الحكومة اليمنية، يقاتلون الشعب اليمني، أليس صنعاء وفي من قتل الرئيس علي عبد الله الصالح؟ لا، هو في اليمن وفي سوريا الموقف الإيراني ضعيف، موقف إيراني ضعيف جدا. إذا كانت إيران، هذا سؤالي، تريد أن تواجه تل أبيب في سوريا، لماذا لا ترد؟ نعم. بالنسبة لسوريا هناك تعقيدات كثيرة، وأنا لا أعتقد أن الجانب الإيراني وحده الذي يتحمل مسؤولية
ما يحدث في سوريا إذا أن هناك أطراف أخرى. نحن لم ننسى تدخل الدول العربية، ونحن لا يجب أن ننسى أن هناك حليف آخر للنظام السوري هو الدولة الروسية، أو للدولة السورية هو الدولة الروسية التي يعني ترسم خطوط معينة. وأنا إذا أردت أن تعود إلي في موقف ما يحدث الآن في سوريا، فأنا أعتقد أنه يفترض أن ترد الدولة السورية على كل اعتداء عسكري إسرائيلي. هذا موقف الآن. وإيران أليس عليها أن ترد أيضا؟ لأنه إسرائيل تقول أنا أضرب إيران في سوريا، أنا لا أضرب إلا إيران والأسلحة الإيرانية المهربة إلى النظام السوري. هنا أريد أن أطرح سؤال. في كل ما حدث من ضربات إسرائيلية على الدولة السورية، كم ضحية سقطت من الجانب الإيراني؟ لم يسقط أحد. ضرب المرفأ 186 العام 2021، 186 إيراني، 80 لحزب الله، و67 من الميليشيات البقية، و186 من الحرس الثوري الإيراني، بحدود 1605 صواريخ وقذيفة. أن أضرب صدقية هذا الخبر، أنا ابن جنوب لبنان، وإذا كنا نتحدث عن 80 ضحية من حزب الله، فيفترض أن تعج القرى الجنوبية بالشهداء، ولم يأتي أحد من الشهداء إلى غير فترة الحرب بين يعني مو بالضروري كلهم من أبناء لبنان، ممكن يكونوا من إيران، من أفغانستان. لا، في فاطميون وزينبيون هناك 62 ميليشيا طائفية يا دكتور هناك 86 ميليشيا طائفية من زينبيون وفاطميون وعراقيون. الآن إذا كانت إيران لا تريد يا دكتور يا أستاذ أحمد، إذا كانت إيران لا تريد أن ترد في سوريا، هذا شأنها. ربما كما قلت أنت، هي حرب في الوكالة، هي مساحة أخرى، لها خيارات أن تحدد الحرب الشاملة ضد تل أبيب في الوقت الذي يناسبها. السؤال، هل من مصلحة إيران، سؤالي لك أستاذ أحمد، هل من مصلحة إيران فعلا أن تنشب حرب بينها وبين تل أبيب؟ البعض يقول بأنه الاثنين وجهان لعملة واحدة، مهمتهم تدمير المنطقة العربية، إضعاف المنطقة العربية، إذا لماذا تقوم إيران بالمبادرة بحرب مع تل أبيب إذا كانت ستنعكس عليها سلبا؟ يعني اليوم بالتدخل الإيراني في سوريا لحماية نظام مجرم ديكتاتوري قتل الشعب السوري واستخدم الكيماوي وهجر 12 مليون وقتل كل هذا الشعب، إذا إيران اليوم تقف ضد الشعب السوري وضد إرادة الشعب السوري وضد ممتلكات الشعب السوري. اليوم هناك 333 موقع لإيران وللميليشيات التابعة لإيران على مجمل الأرض السورية. بالأمس تم تدمير مطار ميناء اللاذقية، كما تم تدمير قبله ميناء بيروت في نترات الأمونيوم. ولكن ميناء اللاذقية دمرته إسرائيل وليس إيران، يعني أصبحنا الآن نمدح إسرائيل ونلوم إيران على أنها تدمر مواقع على الأرض السورية. يعني اليوم إسرائيل عندما دمرت ميناء اللاذقية، ليس ميناء اللاذقية لأنه سوري، دمرته اليوم رغم أن جرمية إيران إسرائيل لم تتوقف. يعني لا نقول أن إسرائيل هي حمامة سلام، هي عدو تاريخي وستبقى عدوا تاريخيا، أما في هذه الحالة فإن الميناء 14 أو الرصيف 14 التي تسيطر عليه إيران في ميناء اللاذقية وتهرب المخدرات وتهرب الأسلحة وتجلب الأسلحة والبترول هو من أجل قتل الشعب السوري. لذلك هناك رأينا اليوم التغريدات التابعة للنظام من دريد الأسد وحتى بشار إسماعيل وحتى إلى آخره من المحسوبين على هذا النظام كانوا يعني يتمسخرون. طيب ولكن على لا نلوم، هم هؤلاء يلومون روسيا يا سيادة العقيد، هم لا يلوموا إيران، لأن هذه الضربة كانت على بعد كيلومترات من قاعة تحميمين. لماذا نضع إيران هنا نحشرها بالنص؟ إيران محور المقاومة والممانعة التي تسجل في هذه المنطقة. هل فقط وظيفة إيران أن تقتل الشعب السوري وتدمر المشافي والمدارس والأسواق؟ واليوم هناك قصف 20 غارة في منطقة إدلب على مداجن وعلى شعب فقير بسيط يهرب إلى الخيام. طيب، ولا تزال إيران متمسكة بحالة الصمت تجاه إسرائيل. لماذا لم تقصف إسرائيل اليوم؟ طيب نسمع الدكتور وسام. كل إنسان حتى بمواقع التواصل يقول إذا روسيا لها حسابات، كما يقال حسابات دولية في الرد وتحالفها ومشاكلها مع الغرب، لها حساباتها في عدم الرد وحتى إعطاء ضوء، إن أعطت ضوء أخضر لتل أبيب لكي تقصف. لكن إيران ما هي حساباتها؟ لماذا لا تطلق صواريخ مثلا؟ لماذا لا تحرك حزب الله؟ لماذا لا ترد هي؟ يعني أولا علينا أن نشير إلى أنه يعني بالأساس الجمهورية الإسلامية لا تحرك حزب الله
في مواجهة الكيان الإسرائيلي لحزب الله. مهمة هي الدفاع عن لبنان، وسبق وإن قام بهذه المهمة قبل عام 2000 وفي عام 2006. وهو الدفاع في لبنان يا يعني دكتور هو في سوريا. اسمح لي طيب تفضل دكتور وسام. حزب الله نقل عدد من المواقع ومن القلمون إلى منطقة الفرقلوس ومطار الشعيرات والبادية السورية. دكتور وسام تفضل أكمل. لبنان تفضل دكتور. انا دائما اسمعك للاخر، وان كان هذا يعني وان كان ما تقوله يعني لا يناسب قناعاتي، ولكني لا اعارضك مباشره، عليك ان تستمع الي. اولا بالنسبه لهذا الموضوع، موضوع لماذا لا تحرك اذرعها، هي لا تملك، على الاقل بالنسبه لحزب الله لا تملك اذرع. بالنسبه لسوريا، هناك منظومه متعدده من الحلفاء التي تدير معركه استراتيجيه، وان كانت في بعض المواقع لا تناسب هذه الجهه او تلك. اما لماذا الجمهوريه الاسلاميه لا تطلق صواريخ على الكيان الإسرائيلي، أنا أعتقد وهذا التحليل، وأنا لست في موقع المطلع على القرار، ولكن أنا أعتقد أن هذا الأمر رهن بالدرجة الأولى بقرار القيادة السورية وبالتشاور مع حلفائها. ولذلك أنا أعتقد أن هناك أهداف أهم قد يكون هذا السبب. ولكن الذي أريد أن أعلق عليه، خطاب أنه الشعب الجمهورية الإسلامية والنظام السوري يقتل ويفعل، كل هذه الأمور الآن غير موجودة في سوريا وهي ليست حقيقية. ومعروف أن النظام في فترة معينة بالبداية كان هناك معارضة بالمكسيك. اسمح لي اسمح. تفضل. كيف نعم؟ غير حقيقية يعني إيران الآن بالمكسيك هذه غير موجودة في سوريا، ليس لها وجود عسكري ولا تشارك في العمليات العسكرية. الجمهورية الإسلامية موجودة في سوريا بموجب اتفاق مع الدولة السورية، وإن كانت الآن تقوم بأي عمل عسكري فإنها تقوم ضد بعض الجماعات المسلحة. ونحن نعلم أن الدولة السورية ليست الوحيدة الموجودة في سوريا، ولكن هناك اتفاق مع الدولة السورية. وأنا يعني بالمنطق بالنظام أنا أفهم أن هناك دولة سورية قد يعني عقدت اتفاقا مع الدولة مع الجمهورية الإسلامية لمساعدتها في الحرب على الإرهاب. ومعروف أن الذي قاتلته الجمهورية الإسلامية في إيران ليس المدنيين ولم تقتل أحد. يعني أنا لا أريد، ولكن حصيلة الضحايا في سوريا هي أغلبها من المدنيين، أكثر من 90% من مات في سوريا هم المدنيون. يا دكتور احترم شهادتك، الله يرضى عليك، كائنا من كان. دكتور وسام أعيد لك فقط نفس السؤال اللي طرحته على سيادة العقيد. البعض يرى بأنه إيران لن تواجه تل أبيب لأنه ذلك ليس من مصلحتها. الاثنين يواجهون أي إمكانية لنهوض عربي، ولهم نفس المهمة وهي إبقاء هذه المنطقة العربية ضعيفة. الآن بالتجربة يعني الآن انظر للمنطقة العربية، سوريا مدمرة، ستقول لي طبعا الإرهاب، ولكن هناك من يرى بأنه خيار إيران في الوقوف مع بشار الأسد هو الذي أوصل سوريا لهذه المرحلة. العراق كذلك أيضا، تدمير العملية السياسية، اليمن وحتى لبنان. فهؤلاء يرون بالدليل بأن وجود إيران هو الذي أدى لهذه المنطقة أن تضعف. فكيف يعني نقنعهم؟ حط حالك محل هؤلاء، كيف أنت تريد أن تقنعهم بأن إيران هي فعلا من أجل إنقاذ العراقيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين وتقوية هذه الدول في مواجهة إسرائيل؟ أنا أريد أن أقول لك أن داعش بغضون شهر أو شهرين استطاع أن يسيطر على أكثر من 60% من أراضي العراق، والذي حرر العراق من داعش هي المقاومة العراقية بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية وبدعم من الجمهورية الإسلامية. بالنسبة لسوريا الوضع مختلف، لأن هناك داعش هي صنيعة النظام السوري والنظام الإيراني. حتى داعش نفسه هناك من السوريين من يقول إعلامي. هذا مجرد كلام إعلامي لا قيمة له، لا بالعقيدة ولا بالإدراك. يرون بأن بشار الأسد في بداية الثورة السورية أطلق مجموعة من المتشددين والمتطرفين من سجن صيدنايا تحديدا، وهؤلاء شكلوا النواة الرئيسية لتشكيل داعش. معروف حمد بن جاسم منذ عدة أيام تحدث عن دعمه للجماعات المسلحة الأيديولوجية في سوريا وفي العراق، ويقول أننا في إحدى المراحل قد دعمنا بعض الفصائل التي تسمى النصرة، قد نكون دعمناها وقد نكون دعمنا بعض الجماعات هذا مجرد كلام إعلامي. الذي دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا هي دول الخليج بالدرجة الأولى، وهذا معروف باعتراف الخليجيين، ومعروف من الذي يقود العملية السياسية الآن في سوريا. هناك بعض الفصائل الآن كل الدول العربية تهرول إلى سوريا، وهناك المثل على نظام كداعش. أما نحن ثورة شعب كامل قام ضد نظام ديكتاتوري. طيب أستاذ أحمد، الآن هناك من يرى بأن هذه الصفحة طويت، صفحة الثورات طويت الآن. سوريا أستاذ أحمد، سوريا مدمرة، هل من مصلحتنا أن نبقى على نفس الوتيرة بمواجهة إيران وإضعاف الدول العربية وإضعاف موقف الجميع
أمام تل أبيب، أمام إسرائيل، حتى لو كنا نشك بأن إيران لن تواجه تل أبيب، ولكن السؤال أستاذ أحمد، هل من مصلحة العرب فعلا أن تضعف دولة كإيران؟ ولو الآن على سبيل المثال نحن ربما البعض يرى أن إيران لا تصب في بوتقة من يريدون الديمقراطية، التحرر في سوريا، لبنان، اليمن إلى آخره، لكن كدولة، كإيران، كدولة مسلمة، كدولة في الشرق الأوسط، كدولة قوية، كدولة يمكن أن تصبح دولة نووية، الدولة وليس النظام، هل من مصلحة أحد من العرب والمسلمين أن تضعف؟ علاقتها بالمقاومة، هي تقاوم الشعوب ولا تقاوم إسرائيل، هذه من 79 حتى الآن لم نراها تحرك ساكنا ضد إسرائيل أو أمريكا، ولكن هي دمرت سوريا، دمرت العراق، دمرت لبنان، دمرت اليمن، دخلت في البحرين، تحاول يعني تحاول إرسال الجماعات الإرهابية إلى السعودية وإلى دول الخليج، هي تحتل أجزاء من الأرض العربية، بالأمس هناك تصريحات بأن عليهم أن يسيطروا على البحرين، كل هذه الإشكالات الإيرانية. طيب كل هذه الإشكالات، كل هذه الإشكالات، هل تدعنا نغمض عيوننا أنه هي بالنهاية، بالنهاية هي دولة مسلمة وهي دولة قوية وهي دولة يمكن إن عدلت سياساتها، إن عدلت سياساتها أن تصب كل هذه القوى في مصلحة المسلمين؟ الأمة العربية دولة معادية للأمة العربية، هذا هو واقع في الأصل، هي التي شنت وساعدت على تدمير العراق، اليوم العراق الذي يذخر في البترول والموارد، اليوم لا توجد فيه كهرباء، لبنان اليوم الدولار ب 22، ولكن جورج بوش هو الذي شن الحرب على إيران وليس على العراق، وليس لبنان شنت الحرب على العراق، وهي التي ساعدت أمريكا، وهي التي ساعدت كل هذه المكونات. طيب. دكتور وسام، لماذا الكلام لك الآن، لماذا يبدو بأنه من الصعب إقناع أحد الآن بأنه ما فعلته إيران في المنطقة العربية يمكن تصحيحه، يمكن تصويبه بأنه إيران ستعدل في يوم ما سياساتها، وهذه السياسات يمكن فعلا أن تكون مواجهة، ممانعة، مقاومة لتل أبيب؟ أولا يعني أريد أن أشير إلى نقطة، ما دخل الجمهورية الإسلامية بدولار لبنان؟ يعني هذه نقطة يفترض أن نشير إليها، ما دخل الجمهورية بدولار لبنان؟ حزب الله يسيطر على الدولة، لذلك حزب الله لا يسيطر على، هذا مجرد كلام. صديقي أنا لبناني وأنا أعرف تفاصيل المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والفساد، وأعرف سبب ارتفاع الدولار وما إلى ذلك، يعني علينا أن لا نرمي التهم جزافا. ثم نقطة أخرى، لماذا الثورة مقبولة في سوريا وغير مقبولة في البحرين؟ لماذا الثورة في سوريا مقدسة وتعتبرونها ثورة شريفة وتعتبرون ثورة البحرين ثورة طائفية؟ هذا السؤال نفسه يوجه لك دكتور وسام، يعني لماذا الثورة في البحرين مقبولة إيرانيا ومرحب بها ومدعومة وثورة مباركة وثورة شريفة، أما السورية ثورتها ثورة إرهابيين؟ بالبداية فضل. بالبداية أنا لم أقل أن ما حدث في بداية الأزمة السورية هو ثورة غير شريفة، وأنا أعتبر أن كل الأنظمة العربية بحاجة إلى تصحيح، وهذا أمر طبيعي، ولكن عندما بدأت التدخلات الخارجية تحولت تلك الثورة التي يعني تعتبر عند البعض ثورة شريفة ومحقة ولهم مطالب محقة لدى هذا النظام، تحولت إلى حرب إرهابية، هذا أولا. ثانيا، لماذا يتم التعاطي مع الجمهورية الإسلامية مثلا على أنها تتعاطى بمنطقة الأندرو؟ لماذا اسمح لي بعد سؤال، لماذا يتم إذا فينا نقول اتهام الجمهورية الإسلامية بأنها صديقة الكيان الإسرائيلي وبأنهم وجهين لعملة واحدة، وهذا للأسف خطاب كوميدي تسوقه بعض الأنظمة العربية، وفي الحقيقة الدول العربية هي الدول المطبعة. انظر الآن من هي الدول التي تعاني في المنطقة، هي الدول التي يعني تواجه الكيان الإسرائيلي وتعلن العداء للكيان الإسرائيلي. من هي الدول التي تنعم بالسلام في المنطقة؟ هي الدول المطبعة والتي تملك علاقات مع الدولة، مع الكيان الإسرائيلي. من هنا يفترض أن ننطلق. أنا سأتفق مع ضيفك الكريم من إسطنبول على أن الكيان الإسرائيلي هو عدو، ولذلك سأنطلق من هذه الحيثية، كل من يعادي الكيان الإسرائيلي يفترض أن يكون ممانعا ويكون صديقا للقضايا العربية. أما أن نتهم الجمهورية الإسلامية بأنها تدمر وتقتل، معلش
من الذي دعم الولايات المتحدة الأمريكية بحربيها على العراق؟ من الذي قصف العراق؟ من الذي قصف مطار بغداد بالنووي؟ ثم في سوريا من الذي يحتل الآن في الشمال السوري؟ ومن الذي يحتل الآن في شرق سوريا؟ ومن الذي يقصف ويضرب؟ ونحن الجمهورية الإسلامية التي تقف إلى جانب سيادة العميد، يعني سيادة العميد الجواب لديك. طيب الآن أعيد سؤالي، كأنك فقدنا الاتصال معك للحظات. كان سؤالي أنه هناك سيادة العميد أحمد، هناك دول تقول بأن إيران هي المهددة لها، وهذه الدول علاقات دبلوماسية جيدة مع تل أبيب، علاقات متميزة مع تل أبيب، تطبيع وبالمجان حتى دون أن تقدم تل أبيب أي تنازلات، فلماذا نعادي إيران ونتهمها بأنها هي فاشلة في سياساتها وبأنها فعلا لا تقاوم ولا تمانع الاحتلال، في حين أن هذه الدولة إيران هي في مواجهة مع تل أبيب، وتل أبيب التي تقول بأن إيران دولة خطيرة عليها؟ يعني هل نكذب تل أبيب أيضا؟ يعني اليوم نقول بأن الدول التي تطبع مع نظام الأسد هي نفس التي تطبع مع إسرائيل ومع إيران في هذه المنطقة. أنا لا أمدح الأنظمة العربية بتهاونها وعدم وجود أي مشروع عربي في هذه المنطقة، لذلك التخويف في إيران دفع الناس أو دفع بعض الدول للارتماء في أحضان إسرائيل، هذا هو الواقع. سياسات إيران هي التي جعلت بعض الدول تنحرف باتجاه إسرائيل بطريقة أو بأخرى، لأن إيران لديها أطماع من اليوم الأول التي خرجت ما يسمى الثورة في إيران، بدأت تفكر في تصدير هذه الثورة، وتصدير هذه الثورة يعني تغيير ديموغرافي للشعوب في هذه المنطقة، وهذا أمر غير مقبول نهائيا. عندما نرى في دير الزور وفي دمشق وفي مناطق أخرى بدأت ببناء الحسينيات وتغيير المبادئ الأخلاقية والدينية للمجتمع السوري، وكذلك في اليمن وكذلك في أماكن أخرى، لذلك هذا جعل التخوف شديد من إيران. إيران ما دخلت دولة إلا وأفسدتها ودمرتها، ولكن لا يمكن أن يكون ذريعة للتطبيع مع تل أبيب. تل أبيب ماذا أعطت هذه الدول التي طبعت معها؟ هل ستحميها ضد إيران؟ وهل هذا مبرر أخلاقي مقبول؟ لا، إسرائيل ستبقى دولة عدوة، ولكن إيران كذلك اليوم هي عدوة للشعوب العربية، هي عدوة للشعب السوري. 12 سنة اليوم، 11 سنة الشعب السوري في الخيام، والسبب هو ميليشيات إيران. إيران جمعت كل الميليشيات الطائفية من زينبيون وفاطميون وفي العراق وفي لبنان وفي مناطق أخرى، وزجتهم في حرب ضد الشعب السوري من أجل نظام استخدم الكيماوي أكثر من 260 مرة وتم إدانته في كل المجتمع الدولية. رأينا الموت في أعيننا من قبل ميليشيات إيران. اليوم ماذا تفعل ميليشيات إيران في دير زور وفي البادية السورية وفي حلب وفي حمص وفي مناطق أخرى؟ هي التي قتلت الشعب السوري. عندما تذهب إيران وترحل من هذه المنطقة وتمتلك هذه الشعوب إرادة بلادها وناصيتها وتنسحب هذه الحكومات التي صنعتها إسرائيل وغير إسرائيل، عندها تكون هناك حرية ويكون هناك طيب. يعني أستاذ أحمد، أنت تقول بأن الطرفين من وجهة نظرك هم أعداء للعرب وللمسلمين، لكن سؤالي للدكتور وسام أنه إذا كانت إيران فعلا تريد أن تكون علاقاتها متميزة مع جاراتها من الدول الخليجية، فكان يجب أن تعطي إشارات بأنها فعلا ليس لديها طموحات توسعية، ليس لديها عداء مع هذه الدول. زيارة مسؤول الأمن الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى إيران ولقائه مع مسؤول إيراني، السؤال لماذا كان الإيرانيون حريصون جدا أن تظهر خريطة الخليج الفارسي بهكذا بالاسم في خلفية الصورة مع المسؤول الإماراتي؟ لماذا تريد إيران أن تقول بأن هذا الخليج هو فارسي؟ يعني ألا يضايق العرب؟ ألا يضايق الشعور العربي القومي والإسلامي أنه هذا يعني لماذا تنزعج إيران إذا كان اسمه الخليج العربي؟ أليس الدولة الإسلامية عليها أن تفتخر باللغة العربية وتفتخر بأنه يكون صفته عربي؟ إيران لماذا ترفض أن يكون هناك تفاوض بينها وبين الإمارات العربية المتحدة على طنب الصغرى وطنب الكبرى إذا كانت تريد بادرة حسنية وأن تشعر الإمارات بأنها جار ودود يريد حل المشاكل بالتفاوض والحوار؟ اليوم تسرق النفط من الإيران. بالنسبة للخريطة، اسمح لي سيادة العقيد، اسمح لي بالنسبة للخريطة. طبعا هذا الأمر يدل على أن هناك حضارة فارسية متمسكة بتاريخ معين، ولكن أنا أريد أن أسأل سؤال: لماذا العرب لم يتضايقوا
من كل الخارطات الموجودة في الأمم المتحدة والتي موجود عليها أن هذا الخليج اسمه الخليج الفارسي وليس العربي. لا، الأمم المتحدة مو شغلنا، احنا شغلنا إيران، دولة مسلمة وجارة ويجب أن تكون صديقة وودودة، وهي دولة إسلامية، هي تقول أن الدولة إسلامية وليست فارسية. نعم. بالمبدأ أنا جاوبتك بالبداية أن هذا الأمر يعني يتعلق بحضارة وبتاريخ وما إلى ذلك، ولكن إذا أردنا أن نقول لماذا يعني بادرة حسن النية يفترض أن تنطلق من هنا، فهذا سؤال يستحق أن يكون سؤالا مهما، وأنا أعتقد أن العلاقات المميزة بين الطرفين قد تؤدي لحل هذه الإشكالية، ولكن في هذه المرحلة حتى الآن الجانب الإيراني يعني يعتبر أن هذا الأمر من الثوابت، ولكن أن تقول لي أنه سيكتب على خارطة في إيران الخليج العربي بدل الخليج الفارسي فهذا أمر ليس مقبولا بالنسبة للإيراني. بالنسبة لطنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، لماذا لم يتجرأ العرب على المطالبة بهذه الجزر في زمن الشاه؟ ومعروف أنه هذا الأمر يعني بالبداية كانت هذه الجزر إيرانية، وكل ما يتم أصلا هذه الجزر هي إيرانية قبل أن يكون هناك دولة اسمها الإمارات العربية المتحدة. إذن هذا أمر آخر. هذا غير دقيق، هذا غير دقيق، يعني فقط لتدقيق المعلومة على الهواء، المشاهد بإمكانه يبحث ويرجع للتاريخ ويرى دقة هذه المعلومات، حتى في زمن الشاه كان هناك عروبة طرف أيضا يعني الطرف الضفة الشرقية للخليج، لكن أنا ضربت ذلك كمثال على المؤشرات أن إيران تريد فعلا أن تحل بعض الإشكالات الموجودة مع دول الخليج. فأنت إذا كنت تريد أن تعطيني مؤشر بأنني يمكن أن أتفاوض معك حول قضايا حساسة، فلماذا ألجأ إلى من يمكن أن يحميني ضد إيران؟ ليس من منطق المدافع، ليس من 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 لسان المدافع، ولكن من لسان من يوصف. أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية لديها مجموعة من الثوابت التي قد يكون أنها لا تقبل أن تناقش بها، وإذا كنا نعتبر أن العلاقات العربية الإيرانية ستكون مرهونة بتنازل الجمهورية الإسلامية في هذه النقاط، فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك علاقات جيدة، لأن العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس التنازل وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن يعني ما يحدث، أن نحن الآن نتحدث عن أن هناك إشكال بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية، مع العلم أنه يعني الاستثمار الأول في الجمهورية الإسلامية من الدول العربية هو إماراتي والعكس صحيح، وهناك مفاوضات سعودية إيرانية في العراق، وأنا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى الحال. طيب. إذن كلام واضح سيادة العقيد، يعني هم أنفسهم العرب هم الذين يذهبون إليه، هم الذين يحجون إلى طهران ويطلبون ودها، ويقولون في آخر تصريحات اليوم سعودية للعاهل السعودي الإيران يعني دولة جارة منذ عدة أشهر. هذا الكلام منذ عدة أشهر. العرب أليس هم الذين تسببوا سيادة العقيد أليس هم الذين تسببوا بهذا الموقف الإيراني؟ يعني لا، هذا أمر غير صحيح، لا يمكن تغيير الجغرافيا، إيران هي دولة موجودة ولديها حدود مع العرب أكثر من 850 كيلومتر مع العراق، هناك الخليج العربي، هناك مضيق هرمز، هناك إذن الخليج هو مشترك، ضفتين، ضفة عربية وضفة فارسية، بالرغم أن الضفة الأخرى هي الأحواز التي سيطرت عليها إيران في 1925، ولا تزال الثورات العربية في منطقة الأحواز في المحمرة وبعض المناطق هي عربية سيطرت عليها إيران، هذا أمر لا يقبل التشكيك أو لا يقبل أي سؤال، ولكن إيران بسياساتها العدوانية ضد الشعوب العربية رأيناها في العراق، جمعت ودعمت بعض الميليشيات ضد الشعب العراقي في هذه المنطقة حتى الآن لا يتم أي ولكن بسؤالنا أستاذ أحمد، بسؤالنا حول التصعيد ضد تل أبيب إعلاميا خطابيا، هل هذا فعلا يعبر عن نية إيرانية لاستخدام هذه التصريحات كورقة في الملف النووي، أم أن ذلك يمكن أن فعلا يقود إلى حرب تريد إيران تحذير تل أبيب من ذلك؟ أستاذ العقيد أحمد، طيب نفس السؤال لك دكتور وسام، ختاما ليس من المعيب أن تستخدم إيران أو أي دولة فعلا ذلك الملف كورقة قوة إذا كانت تعلم بأن الغرب لديه علاقات متميزة مع تل أبيب بل ويسعى لرضا تل أبيب، لماذا لا تستخدم ذلك كورقة فعلا للضغط لتحصيل مكاسب أفضل في مفاوضاتها النووية، وأقصد هنا بالتصعيد الإعلامي بالنسبة للحرب. يعني هناك تحليل نظري قليلا في هذه النقطة، أنا أعتقد أن ما حدث في المفاوضات الأخيرة
بعد ان يعني فاز الرئيس رئيسي في برئاسه الجمهوريه الاسلاميه. انا الجمهوريه الاسلاميه اصرت على ان ترسل وفدا تقنيا الى فيينا، وهي لا تقبل بالتحدث بالسياسه بالاصل. هي رفضت ان تدخل اي موضوع سياسي في هذا الامر، منها موضوع الباليستي وما الى ذلك. الوفد التقني يربط فقط بين رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، وغير ذلك غير مقبول الكلام فيه. وهذا ما يرشح دائما بالإعلام ومن خلال يعني أسماء شخصيات الوفد الإيراني. نعم. نستطيع أن يعني نستخلص هذه الفكرة، ولكن أن نقول لماذا لا تستخدم، هذا أمر يتعلق باستراتيجية الجمهورية الإسلامية. ولكن أن نقول أن يعني الواقع بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي تبادل الأدوار وما إلى ذلك، معروف العمليات التخريبية في إيران من وراءه، معروف اغتيال العلماء النوويين وآخرهم فخري زادة من وراءه. شكرا جزيلا لك في اغتيال سليماني. دكتور نعم، وسام إسماعيل لك. الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت. أشكرك شكرا جزيلا. الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة العقيد أحمد حمادي، أيضا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من إسطنبول. فاصل قصير نعود بعده لبرنامجنا ونفتح الخطوط لكم أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم. وأشكر ضيوفي وأعيد مرة أخرى التذكير بنتيجة استطلاعنا لهذا اليوم، ما يجري بين إيران وتل أبيب، هل هذا يعبر عن أنها البلدين يريدان فعلا يدخلا في حرب؟ هل طبول الحرب كما نرى في استطلاعنا التصريحات المتصاعدة المناورات العسكرية الإيرانية، هل ذلك لقرع طبول الحرب لحرب ستحصل؟ 14.9% يقولون نعم أنه احتمال أن تكون هناك حرب، فيما الأغلبية العظمى 85% يرون بأن هذا هو مجرد مناوشات إعلامية. الآن السؤال لكم، بعد كل هذا التصعيد من الطرفين، التصعيد إعلاميا والتصعيد عسكريا من ناحية المناورات، التصعيد عسكريا موجود أيضا، تل أبيب تقصف مواقع على الأراضي السورية بشكل شبه أسبوعي تقريبا وتقول بأنها هي تستهدف إيران، فالحرب بالوكالة إن صح التعبير هي موجودة، لكن هل يمكن أن يكون ذلك مقدمة بداية أو نذر حرب شاملة واسعة بين الطرفين؟ ما رأيكم؟ ما إمكانية وقوع الصدام بين الطرفين؟ يوسف من المغرب تفضل. تفضل يا يوسف. إيران هي دائما مع القلاقل والمشاكل في جميع الدول العربية، في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن، ومرات قالت تهدد دول مجلس التعاون الخارجي، وقال لها وأرسل لها المغرب إنذار، خط احمر، دول مجلس التعاون الخارجي خط احمر، فسحبوا سفيرهم من المغرب وسحبنا سفيرنا من ايران من ذلك اليوم الى يومنا هذا. اما فيما يخص نعم وقلنا علاقات مع تل ابيب، يعني هل المقابل اذا شعرنا بتهديد من طهران ان نقيم علاقات مع تل ابيب؟ يعني هل تل ابيب ستعطي الحمايه للدول العربيه والاسلاميه ضد التهديدات الايرانيه؟ هل تل ابيب ستدخل في حرب مع ايران وحرب مدمره من اجل مصلحه العرب؟ لولا أعيدك بالله، لولا خوف إيران من إسرائيل لاحتلت دول مجلس التعاون الخارجي وكما فعل صدام، ولكن تخاف من إسرائيل والمغرب، أقسم بالله تخاف من المغرب وإسرائيل. وما الذي يخيفها؟ ما الذي يخيفها من الطرفين؟ يا أخي إذا قامت الحرب أولا مع إسرائيل وتل أبيب، إذا أسقطت طائرة واحدة أو أي شيء أسقطته فستخلصه في البترول الإيراني إذا انتهت الحرب، فستجبرها امريكا بان تؤدي جميع اموال الى اسرائيل. كل ما اذا اسقطت صاروخ في الخليج او اسقطت اي شيء في الخليج، وامريكا يعني امريكا عندما تحصل الحرب هل ستبقى متفرجه؟ السؤال انقله ايضا لمحمود. شكرا لك محمود من الجزائر، تفضل. ما رايك؟ ما امكانيه وقوع حرب؟ هذه التهديدات الاسرائيليه المستمره على مدار سنوات، يعني ما الذي يجعل التهديدات هذه المره مؤشر بانه يمكن ان تندلع حرب بين الطرفين؟ اعتقادي وقناعتي انه الحرب لا تكون بين ايران واسرائيل. بين من ومن اذا؟ لن تكون هناك حرب. لن تكون هناك حرب بين ايران واسرائيل. واعتقد ان الخاسره الاكبر هي الشعوب العربيه، خاصه الانظمه الجمهوريه. اما المماليك والعروش الخليجيه فهي محميه امريكيه. اذا هل تل ابيب يعني يرضيها أن تكون في إيران
قنابل نووية يمكن أن تشكل عليها خطر في يوم من الأيام؟ هل يمكن أن تسمح بذلك؟ حتى لو فرضنا بأن إيران لن تهاجمها الآن؟ لنتذكر لنخرج قليلا عن الموضوع. هل كوريا الشمالية تمكنت من مشروعها النووي أو لا؟ كانت تحت الضغط الأمريكي طيلة سنوات لكنها استطاعت الوصول إلى القنبلة النووية. ومن يدرك أن إيران لم تصل أو لن تصل إلى القنبلة النووية، ربما بعد سنوات ستصل إليها. ولكن إذا وصلت إليها فستكون دولة قوية ويمكن أن تهدد تل أبيب في ذلك الوقت. ما دامت الأنظمة العربية الخليجية. عبد القادر من الجزائر أيضا، ما رأيك يا عبد القادر؟ هل إيران فعلا يمكن أن تواجه تل أبيب؟ هل الحرب أصلا يعني مسموح بها سواء من تل أبيب أو من إيران؟ من تل أبيب أمريكا هل ستوافق عن تدخل تل أبيب في حرب ضد إيران في هذا الوقت؟ السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام. أولا أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ محمود من الجزائر. أما إيران ليست في استطاعتها، ليس لها قنبلة نووية. أما إسرائيل فهي تود أن تستعرض عضلاتها أمام الدول العربية التي يعني طبعت معها، لا أكثر ولا أقل. تريد أن تقول لهم أنا هنا لكي أحميكم. أما قضية إيران لها يعني ذراع طويل مع أمريكا، وأصبحت يعني بمثابة قنبلة دائما في وسط العرب. إيران ذراع لأمريكا، كيف إيران ذراع لأمريكا يعني؟ وأمريكا تدمر إيران اقتصاديا وتحاصرها وتفرض عليها العقوبات، كل ذلك ومع ذلك نقول إنه إيران أمريكا تدعمها؟ يا أخي أنا ترى أن إيران لها ذراع في لبنان، إيران لها ذراع في اليمن، إيران لها ذراع في سوريا. كيف؟ طيب البعض سيقول لك يا عبد القادر، البعض سيقول لك هذا من خيبة العرب، لماذا العرب ما كونهم هم أذرع؟ لماذا العرب هم يدعموا بعضهم ويتكاتفوا مع بعضهم وينصروا بعضهم البعض ويقوي بعضهم البعض؟ لماذا نراهم هم الذين يخذلون بعضهم البعض ويضعفون بعضهم البعض؟ أنا أرى العرب أنهم ربما يستطيعون التفاهم والاتحاد مع كل عدو ما عدا بعضهم البعض. شكرا لك. وسأعطيكم مثال، بسرعة. لاحظ يا أخي، الجزائر والمغرب، بالرغم من المغرب ذات تطبيع ونحن الجزائري، لكن هناك سبب يعني لتبوا فيه النظام الجزائري والنظام المغربي كان لهم دور كبير في هذا النزاع. موريتانيا سمحنا فيها، ليبيا لاحظ ماذا وقع في ليبيا، لاحظ ماذا وقع في تونس، لاحظ ماذا وقع عندنا في السعودية والقوات العربية وما إلى ذلك. طيب يعني هذا درس إنه إحنا مشاكل العرب كان يجب أن يحلوها قبل أن يتحدثوا عن إيران. مواجهة إيران إذا كان هناك خطر من إيران يجب أن يكون هناك اتحاد عربي، يجب أن هناك موقف عربي موحد قوي. يمكن أن يكون هذا الموقف القوي هو الذي يدفع إيران إلى إعادة حساباتها إن كانت فعلا تريد أن يكون لها أذرع في الدول العربية أم لا. شكرا لك يا عبد القادر. أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. أحمد تفضل. أهلا حضرتك يا فندم، السلام عليكم. أهلا بك يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حضرتك يا فندم. والله يا فندم انا شايف ان مش هيحصل اي حرب، لان الكلام ده بقاله اكتر من 10 سنين نفس الكلام. اسرائيل حتى لو اسرائيل حاولت تضرب ايران هتضربها ازاي؟ يعني مفيش اي طريقه تضرب بيها اسرائيل الا من دوله عربيه، ولا الدول العربيه لو سابت اسرائيل تضرب ايران فايران هتضرب في الدول العربيه، ده طبيعي. فمفيش حرب، الحرب اوريدي شغاله. لكن لا يعني هذه ليست المشكله الاولى، ايش البوارج الامريكيه موجوده في كل مكان. يعني وهل تعتقد انه اذا حصلت حرب الولايات المتحدة الأمريكية ستغمض عينيها عنها؟ كل القوى العسكرية الأمريكية يمكن أن تكون في خدمة تل أبيب. أيوة حضرتك السؤال، إسرائيل وإيران، أمريكا دي حالة تانية. أمريكا لو عايزة تضرب إيران يبقى حرب عالمية ثالثة، لأن روسيا والصين قاعدين لها. يعني إذا أنت تعلم أنه في دول عربية الآن مطبعة مع تل أبيب، يعني إذا أرادت الطائرات الإسرائيلية أن تقصف إيران لا أعتقد أنه عندها مشكلة في المرور في بعض الدول العربية. ما يجبهمش الجرأة يسيبوها تضرب، ما فيش جرأة. إيران مش دولة هشة. إيران غير العراق بتاعت زمان. يعني الدول العربية ستخاف وستواجه إسرائيل في هذه الحالة؟ مش هتواجه إسرائيل، هي هترفض. أحسن هتسيب إسرائيل تضرب على أراضيها إيران،
ايران، اسرائيل هتمشي، اسرائيل كل ما فيش حد يثق في اسرائيل، ولا العرب نفسهم واثقين في اسرائيل، ولا حكام العرب واثقين في اسرائيل، هم مضطرين يتعاملوا مع اسرائيل. ما لهمش شخصيه اللي هم يقول لك لا احنا مش هنتعامل مع اسرائيل، هم مضطرين. لكن ما فيش لا رئيس ولا حاكم عربي هيقدر انه يسيب ارضه تضرب منها اسرائيل. طيب وايران نفسها، ايران نفسها، هل انت مقتنع بانه ايران فعلا تريد مواجهه اسرائيل عسكريا؟ ايران هتواجه اسرائيل عسكريا ليه؟ ملهاش اي علاقه باسرائيل. ايران عايزه تعمل قنبله نوويه، ايران بتفكر في مصلحتها، وانا عن نفسي واحد من الناس معاها في تفكير قنبله نوويه ليه. مواجهه من؟ من الذي يهدد ايران؟ لحفظ ارضها اللي حواليها. اسرائيل عندها دوله نوويه كل شويه تهدد ايران، فالحفظ ارضها من حقها تعمل قنبله طيب. نوويه. عبد الكريم ما رايك؟ تفضل يا عبد الكريم، هل ترى بانه هناك فعلا امكانيه لنشوب حرب بين الطرفين، ام ان هذا التسخين مجرد زوبعة في فنجان؟ والله إيران دولة براغماتية، إذا لزم الأمر تستعين بأمريكا، تستعين بإسرائيل، مثل ما حدث في قضية إيران كونترا. ولكن في الوقت الحالي عندها مشروع، اتركنا من مشروع إسلامي، عندها مشروع إمبراطوري مثلها مثل أي دولة طموحة، ومن حقها أن يكون مثل تركيا عندها مشروع إيراني يكون. إحنا في غياب للمشروع العربي، وإحنا ما شاء الله محمد بن سلمان طالع على الكعبة مفكر حاله جريندايزر، بدل ما يكون عنده مشروع وفهم حقيقي لمفهوم الدولة، بقاتل هنا هناك من غير أن يشغل عقله، بدل ما أن نستنزف أموالنا في الإمارات وفي اليمن، وهذا كان الأصل فينا أن نعتني بالبوابة الشرقية، نعتني بأهل البصرة وننشئ لهم محطات مياه حتى نكفي أنفسنا شر الدولة الفارسية المسمى إيران. هنا أن نشغل أنفسنا ويكون نضع قوتنا وقدراتنا في دعم البوابة الشرقية وتأليب وحماية شيعة العراق والوقوف بجانبهم كي نستعيد قوتنا وزمام أمورنا، هاي بوابتنا الشرقية. شكرا لك يا عبد الكريم، لكن الموضوع ليس لا حرب طائفية وحرب دينية. أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتقد أنه إيران يعني دولة طائفية تأسست بمذهب يواجه أهل السنة فقط. الأخ من مصر يقول لحماية القنبلة النووية لحمايتها ضد إسرائيل، هذا كلام غير صحيح. إيران دولة طائفية مبنية على مذهب هدفه يا لثارات الحسين، هدفه فقط قتل المسلمين. كل هذه الألعاب مع أمريكا ومع طيب إسرائيل. وإن كان البعض سيجادل في هذا الهدف، لكن هي كدولة تريد أن يكون لديها عوامل القوة، ومن عوامل القوة أن تمتلك سلاح رادع، لأنه كل الدول اللي عندها سلاح نووي تدعي بأن سلاح النووي هو سلاح ردعي. السؤال، ما هو مشروع الآخرين؟ ما مشروع الآخرين؟ معلش، إيران الخميني جاء من فرنسا، الدول الأوروبية تلاعب وتناور إيران لمدة 40 سنة، لم تتخذ خطوات جادة أبدا ضد إيران. بالعكس، في أي دولة أخرى مثل العراق لما فكرت فقط أنها تمتلك سلاح رادع على طول تدمرت، لكن إيران متروك لها المساحة لأنه هدفها قتل مليار مسلم. لكن هناك ضربات إسرائيلية إلكترونية على البرامج التي تشغل بعض المفاعلات، لا يمكن إنكار ذلك. نعم، تشغل بعض المفاعلات، لكن ما الهدف؟ يعني دولة طائفية، دولة معممين، دولة مجرمة تأسست فقط لقتل المسلمين. أحمد، حلم الفرس يعني. أحمد من السعودية، أشكرك وأشكر كل من اتصل وتواصل معنا، وكذلك أشكر من حتى الآن ما زال موجود معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. النقاش سيبقى مستمرا، هذا الجدل نفتحه الآن لكم عبر منصاتنا المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، أما النقاش عبر هذه النافذة فقد انتهى. أشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم بث قناة الحوار، كما أذكركم بأنه يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على يوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. إلى اللقاء.